امبارح احتضنت القاهرة الملتقى الثقافي الخاص بإطلاق التقرير العربي الـ 12 للتنمية الثقافية، واللي بتعده مؤسسة الفكر العربي بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة. التقرير بيتناول الفكر العربي وأوضاع القافلة خلال عقدين، ده طبعا بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين. عن أهداف الملتقى وتفاصيل التقرير وما تم رصده من أوضاع الثقافة وخطط تنميتها هيكلمنا الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. اهلا، صباح الخير يا استاذه منى، واهلا يا استاذ محمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. دكتور هشام، خلينا نتكلم عن تفاصيل الملتقى ومواعيد انعقاده، الهدف من التقرير العربي للتنميه الثقافيه، كل التفاصيل دي من فضلك. الحقيقه انه امس كان تظاهره ثقافيه عربيه بمناسبه اطلاق التقرير رقم 12 للتنميه الثقافيه اللي بتصدره مؤسسه الفكر العربي. الحقيقة إن هذا التقرير تقرير مهم بيصدر سنويا عن الحالة الثقافية، لكن التقرير لهذا العام الحقيقة مختلف وله خصوصية لأنه بيغطي الحقيقة فترة عقدين من أول عام 20 لعام 2020، من 2000 ل 2020، يعني عندنا 20 سنة بيغطي فيهم محاور مختلفة للمشهد الثقافي في الوطن العربي كله. وده اللي الحقيقة بيعطي هذا التقرير خصوصية، لأنه في العادة التقارير السنوية بتغطي محور أو موضوع محدد. طب احنا الحقيقه عندنا مشاركات من عده دول عربيه في خمس محاور اساسيه. المؤتمر بدا امس ومستمر على مدى يومين، النهارده ان شاء الله في ثلاث جلسات هتنتهي بجلسه ختاميه فيها النتائج والمقترحات والتوصيات اللي تمحضت عنها الجلسات خلال اليومين. احنا طبعا بنسعد في المجلس الاعلى للثقافه باستضافه انطلاق هذا التقرير، اولا لان مؤسسه الفكر العربي هي مؤسسه ثقافيه راسخه بتعمل في الشان الثقافي منذ اكثر من 20 سنه، وكان الحقيقه من القبيل يعني المصادفه انه اول مؤتمر لمؤسسه الفكر العربي بعد تدشينها عام 2000 استضافته القاهره عام 2002. ده يعني بصورة إجمالية تقرير التنمية الثقافية. إزاي بيتم إعداد هذا التقرير يا فندم؟ إزاي بيتم إعداد هذا التقرير؟ التقرير بيقوم به الحقيقة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمفكرين من عدة دول عربية على حسب المحور اللي بيغطيه التقرير. فمثلا التقرير السنة دي زي ما قلت لحضرتك من شوية، لأنه بيغطي عدة محاور على مدى عقدين من 2000 ل 2020، في محور سياسي، في محور اقتصادي، في محور مجتمعي، في محور عن دور المرأة في المشهد الثقافي في الدول العربية خلال العقدين دول، وأيضا في محور تربوي. في كل مجال من هذه المجالات كان في الحقيقة كوكبة من العلماء والباحثين قاموا بتقديم أوراق هي اللي كونت في مجملها التقرير التنمية الثقافية. وبالمناسبة الجلسات اللي بدأت من أمس هي الحقيقه انعكاس للمحاور اللي موجوده في التقرير، ليست تكرارا لها ولكن هي مناقشه للمحاور اللي تضمنها التقرير. طيب، استضافه القاهره لمثل هذا الحدث ليه اهميه خاصه جدا، لماذا القاهره على وجه التحديد واهميه استضافه القاهره لهذا الحدث؟ لماذا القاهره؟ لانه في الحقيقه القاهره كانت هي من استضاف الاجتماع التأسيسي لمؤسسة الفكر العربي اللي بيترأسها سمو الأمير خالد الفيصل منذ أكثر من 20 سنة. هذا الاجتماع كان هو النواة اللي تأسست بها هذه المؤسسة النشطة في مجال العمل الثقافي. القاهرة أيضا استضافت أول مؤتمر للمؤسسة بعد إنشائها عام 2002. عادت القاهرة مرة ثالثة لتستضيف اجتماع في عام 2015، وها هي القاهرة تعود مرة أخرى عام 2023 لتشهد انطلاقة التقرير التنمية الثقافية. الحقيقة أنه ده يعني كما ورد على لسان رئيس المؤسسة أمس، القاهرة بتحتل دور ريادي في المشهد الثقافي العربي، وهذا يعني ليس كلاما مرسلا. الحقيقة أنه لو حضراتكم تسمعوا مدى سعادة المشاركين الأخوة من الدول العربية، الحقيقة الواحد بيسعد قد كده كيف ينظر المثقف العربي إلى القاهرة باعتبارها قلب الثقافة العربية، وستظل دوما بإذن الله هي الرائدة في قاطرة الثقافة العربية إلى ما شاء الله.
إن شاء الله يا فندم. طيب الهدف من كل هذه الجهود وضع مشروع فكري ثقافي يتكامل في الدعم المالي العربي مع الثقافة ومشروعاتها المختلفة. عايزين نتكلم مع حضرتك عما تم خلال العقدين. هو الحقيقة أن المحاور كما ذكرت لحضرتك بتغطي مجالات مختلفة. احنا النهاردة إن شاء الله في الجلسة الختامية اللي حضرتك ذكرته ده الحقيقة كان نواة أو فكرة إنشاء المؤسسة نفسها. موضوع التكامل بين رأس المال العربي والثقافة ده كان الفكرة الأساسية اللي اتبنت عليها فكرة إنشاء مؤسسة الفكر العربي، وهي اللي بتعمل عليها منذ عقود. اليوم بإذن الله ومن خلال الجلسات اللي أنا ذكرتها لحضرتك بتغطي المحاور الخمسة الأساسية، هيكون في مجموعة من المقترحات والتوصيات من شأنها إن هي تضيف إلى كل محور من المحاور، لأنه في النهاية يعني الجلسات لا تقتصر فقط على ما يجري في القاعة. المؤتمر بيشهد لقاءات جانبية، والحقيقة أن تبادل الخبرات وتبادل الرؤى، خاصة أنه هو بيأتي بعد فترة يمكن كان فيها فترة انقطاع بعد جائحة كورونا، كانت اللقاءات المباشرة كانت قليلة إلى حد كبير. فالحقيقة احنا أيضا سعداء أنه بتنعقد هذه التظاهرة الثقافية في القاهرة، وبإذن الله التوصيات هتنشر بعد أنه يعلن عنها النهاردة، ويكون لها دور في تطوير الشأن الثقافي العربي. لأن الحقيقة يعني في تحديات كبيرة جدا بتواجه الشأن الثقافي، ليس أقلها الطوفان التكنولوجي المتسارع جدا. صحيح. وليه تأثير كبير، وليس أقله موضوع الذكاء الاصطناعي. موضوع الصناعات الثقافية أيضا موضوع مهم بيشغلنا جميعا. موضوع تطوير المنظومة الثقافية لكي تحتل المكان اللائقة بالثقافة العربية ضمن منظومة الثقافة العالمية. الحقيقة كل دي تحديات بنحاول أن احنا نناقش ونتحاور ونخرج برؤى، ليست في إطار تأطيرات نظرية ولا مناقشات فلسفية، لكن الحقيقة هناك حرص شديد على أن كل ما يخرج عن هذا الملتقى تكون توصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، شكرا جزيلا لحضرتك.